أي أب في الدنيا يتمنى ولاده يطلعوا أحسن ناس. أنا صحيح كنت بغيب عنكم كتير، بس عشان أأمن مستقبلكم. لما أمكم الله يرحمها توفت كنتوا صغيرين، مع ذلك ما رضيتش أتجوز وأجيب لكم مرات أب عشان ما تشوفوش اللي أنا شفته. لما فكرت في الجواز فكرت فيه وانتوا كبار، كل واحد منكم يقدر يعتمد على نفسه. انت يا كريم عمرك ما طلبت حاجة الا ما لقيتها في ايديك. انا نزلتك المحل ده من وانت صغير عشان تتعلم السرعة، لقيتك للأسف مش بتاعتك الصنعة دي. انت يا نسمة انا ما اجبرتكيش على الجواز ولا جوزت غصب عنك زي انت ما بتقولي، لا الكتاب ما اتكتبش. لو انت راضية وموافقة ومبسوطة كمان، يعني متجوزة على سنة الله ورسوله. صحيح انت كنت بتحب واد وريداه، قعدت ما قعدة واحدة قريته وعرفت انه طماع هيبهدلك. لما اتطلقتي اتطلقتي عشان ما بتخلفيش، امر ربنا نصيبك كده. بس اتطلقتي وانت متصانة، ما ترميتيش في الشارع، رجعت على بيت أبوك في عزك وعوضتك بدل الطاقة تلاتة. أنت كل حاجة عندك الفلوس وبس، وإحنا إيه؟ مش مهمين؟ أمال أنتوا جايين ليه دلوقتي؟ عشان الحب؟ ولما سرقتوا المحل سرقتوه ليه؟ عشان العلاقة الأسرية؟ إحنا سرقنا بس كنا خايفين عليك من البنت اللي اسمها أمل دي. أمل دي عمرها ما طمعت فيا. أنتوا اللي طماعين وكلاب. لا يا بابا إحنا مش كلاب. إحنا ولادك ولينا حق عليك. ولو ما خدناهوش في مليون طريقة هنعرف ناخد بيها كل حاجة منك. حق إيه يا بنت؟ طريقة إيه اللي هتاخدوا بيها الحق؟ هترفع عليا قضية حجر؟ ولا ناويين ترموني في دار مسنين؟ طوله الراجل كبر وخرف. تعملوها؟ طلعوا بره. بره مش عايز اشوف اشكالكم هنا تاني. بره وعليكم على تربيتكم على اللي رباكم. قعد عليك يا رب. قعد عليك يا رب. عملت ايه؟ اشترك دلوقتي واتفرج على كل اللي نفسك فيه. واتش ات، ما تخليش حاجة تفوتك.